ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ رامي لبيب، ممثل اتحاد المصريين بالخارج بمملكة البحرين. أستاذ رامي، تحياتي لحضرتك، صباح الخير عليك وعلى كل المصريين عندك في البحرين. صباح الخير يا فندم عليك وعلى كل السادة المشاهدين. الحقيقة أستاذ رامي، بنتابع المشاهد في مختلف دول العالم، ومتابعتنا للبحرين شاهدنا يعني مشاهد تتصدر فيها المرأة المصرية المشهد لديك. يعني المرأة موجودة بقوة في البحرين، يعني كيف يعني هذا الوعي الشديد لدى المرأة المصرية في البحرين؟ بلا شك يا فندم، حضرتك المرأة المصرية حاضرة بقوة في جميع مشاهد الانتخابات هذا العام، وحريصة دايما على المشاركة الانتخابية وعلى اختيار من سيقود مصر في المرحلة القادمة، وحريصة على اختيار رئيس مصر القادم. حضرتك المشاهد منذ الصباح ومنذ بدء الانتخابات في يومها الثاني شوهد مجموعات كبيرة جدا من المصريات وباصطحاب أطفالهم وأسرهم حريصين على الانتخابات وحاملين معهم الاعلام المصريه من امام السفاره المصريه حاليا بمملكه البحرين. وانا بكلم حضرتك من امام السفاره مشاهد جميله جدا للمراه المصريه تزين المشهد الانتخابي. طب بشكل عام تحدثنا عن يعني هذا المشهد الانتخابي، يعني بعد ساعات قليله من بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات، اهم ما يعني رصدته من مشاهد خلال بدايه هذا اليوم. حضرتك وانا بكلم سيادتك عدد كبير من المصريين حاليا موجودين امام السفاره المصريه في مجموعات مختلفه حريصين على الاداء صوتهم الانتخابي، ومشهد بديع جدا، عدد كبير من المصريين في انتظار السماح لهم بدخول السفاره والادلاء باصواتهم وحريصين على الانتخاب، ومشهد من البهجه بننقله لحضراتكم في مصر، وبنقول ان المصري في الخارج لا ينفصل عن الاحداث السياسيه الكبيره في مصر، وان المصري في الخارج دايما حريص على المشاركه وحريص على رسم خريطه الطريق نحو الجمهوريه الجديده وحريص على اختيار رئيسه برغبته وبارادته الشعبيه. طب خلال اليوم الاول للانتخابات يعني كان الاقبال كما هو متوقع في البحرين؟ الاقبال يا فندم شديد جدا، وامبارح اكثر من صندوق تم تغيير رئيس اللجنه، غير الصندوق اكثر من مره، عدد كبير جدا صوت بالامس، والنهارده عدد كبير موجود برضه حاليا وانا بكلم سيادتك من محيط السفاره، اعداد كبيره جدا حريصه على المشاركه، واظن ان حضرتك لو متابعه الصور والفيديوهات بتلاقي جموع المصريين موجوده بكثافه للتصويت في مملكة البحرين. بيجي لنا برضو أعداد غفيرة جدا بالمئات من المملكة العربية السعودية نظرا لقرب السفارة المصرية من المنطقة الحدودية مع الخبر والدمام، حريصين جدا ان احنا نستقبل ضيوفنا من المصريين الموجودين في السعودية في منطقة الخبر والدمام بسياراتنا الخاصة وعدد من المتطوعين داخل حملتنا الانتخابية. عندنا عدد كبير جدا موجود بينقل رغيف التصويت من السيدات ومن كبار السن الى محيط السفاره، عملنا خطه عمل موجوده وتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الفيسبوك، عملنا نقاط لتجمع المصريين الراغبين في التصويت في عدد 7 محافظات بمملكه البحرين، وتم تغطيه عدد كبير جدا من اماكن البحرين من خلال محبي ومتطوعي الحمله الانتخابيه. طب أستاذ رامي، يعني هل ده معناه أنه المصريين في البحرين كان لهم يعني استفسارات ويعني اهتمام بهذه الانتخابات، فبالتالي كان في تواصل معكم في الفترة الماضية؟ بالضبط يا فندم، خلال من أول ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات جدول الانتخابات وجدول العمل وتم اعتماد أسماء المرشحين الأربعة، عكفنا جميعا من حملة من المتطوعين على حث المصريين الموجودين في مملكة البحرين على المشاركة وبدء نشر تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لضمان وصول جميع المعلومات الصحيحة لراغبي الترشح لضمان صحة الصوت الانتخابي.
وفعلا يا حضرتك جميع الموجودين في مملكة البحرين حريصين على المشاركة، وأعداد كثيفة جدا الأمس والنهاردة موجودة في محيط السفارة حريصين على المشاركة. لا، ذكرت نقطة كمان مهمة قوي يا أستاذ رامي، اللي هو توافد المصريين من المملكة العربية السعودية في المنطقة الحدودية في الخبر والدمام على البحرين، طبعا لقرب المسافة أكثر من داخل المملكة يعني، فهذا أيضا تسهيل وتيسير من جانب الهيئة الوطنية لأنه بيقبلوا المقيمين في المملكة العربية السعودية في البحرين. بالضبط يا فندم، ده قانون موجود أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات، بيجوز للمسافر او الزائر او المقيم في دوله الاقامه او الدوله المجاوره بادلاء بصوته في الخارج في اقرب قنصليه او اقرب سفاره قريبه له، وده موجود من الهيئه الوطنيه للانتخابات، وبالفعل يا فندم اعداد كبيره جدا بالمئات بيجونا من الخبر والدمام، او لو في حد زائر خلال زيارته حاليا موجود يقدر ان هو يتقدم الى القنصليه ويقدم صوته. يعني حضرتك مش شرط يكون مقيم في مملكه البحرين، كذلك لو في زائر له حق التصويت، واحنا بنرحب بالجميع وموجودين، واي واحد محتاج ان احنا نقدم له خدمه او نيسر له مواصله او نروح نجيبه ما عندناش اي مشكله خالص، ارقامنا موجوده على مدار الساعه وفريق العمل منتشر في جميع المحافظات بمملكة البحرين. وإحنا هنتواصل معكم على مدار اليوم وغدا إن شاء الله لمتابعة هذا المشهد الانتخابي في مملكة البحرين. أستاذ رامي لبيب ممثل اتحاد المصريين بالخارج في مملكة البحرين، أشكرك جزيل الشكر.